سر ظهور الثقب الأسود على خرائط جوجل أثار العديد من التكهنات. أثار ظهور الثقب الأسود على خرائط جوجل الكثير من التساؤلات ومخاوف بشأن قربه من الأرض، الأمر الذي قد يؤدي لتدمير الأرض وفق خبراء الفلك، وذلك بعد أن اكتشف لأول مرة بواسطة أحد مستخدمي موقع ريديت، وبعدها بدأت موجة كبيرة من النقاشات حول حقيقة الثقب الأسود ومدى قربه من الأرض. إذا المعروف أن الثقوب السوداء تبعد عن كوكبنا بآلاف السنين الضوئية، ويعني ظهورها وجود خطأ في تقديرات العلماء. وظل الجدل مشتعلا حتى اعتقد البعض أن الثقب الأسود على خرائط جوجل في الواقع جزيرة أو بوابة لعالم آخر أو قاعدة عسكرية سرية، ولكن بعد البحث في خرائط جوجل تبين في النهاية أنه جزيرة مرجانية تابعة لجمهورية كيرابيتي، وهي معروفة باسم جزيرة فوستوك بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية. الثقب الأسود على خرائط جوجل. وذكر موقع بيزنس انسايدر أن كثيرين علقوا على هذه الظاهرة معتقدين أن جوجل غالبا ما يطمس المواقع العسكرية وغيرها من المواقع السرية من أجل تجنب الكشف عن معلومات حول مكان وجود هذه المواقع، مما جعل الأمر يثير التكهنات. وقال أحد مستخدمي موقع ريديت إن أول ما فكر به بشأن وجود الثقب الأسود على خرائط جوجل أنه مكان خاضع للرقابة، موضحا أنه ليس من المنطقي أن يتحول لون التكوين الطبيعي إلى اللون الأسود في مثل هذه الجزر المرجانية الصغيرة الضحلة، قبل أن يتضح أن الثقب الأسود المزعوم كان في الواقع جزيرة مرجانية يزعم أنها غير مأهولة على بعد حوالي 2280 كيلومتر من شرق مدينة سيدني الأسترالية. نظرية غريبة حول جزيرة فوستوك. وذكرت صحيفة بيل الألمانية أن هناك نظريات غريبة ظهرت مؤخرا حول جزيرة فوستوك التي تعد الثقب الأسود على خرائط جوجل، منها أنها عبارة عن فتحة صرف هائلة تتدفق من خلالها مياه المحيط إلى باطن الأرض، ونظريات أخرى أعتقد أنها كيان مثل ثقب أسود يختفي داخله كل شيء يصل إليه.